هنروح لخبرنا الاخير اللي يعني بعديها هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا، وهو ناشئه وناشئات التنس الارضي بالاهلي يتوجون ببطوله الدوري تحت 12 سنه، وده الخبر اللي احنا كنا متابعينه بالتقرير حتى في الحلقتين اللي فاتوا. فريق ناشئين وناشئات التنس الارضي بالنادي الاهلي تحت 12 سنه توجوا بلقب بطوله الدوري العام، واللي اتلعبت على ملاعب النادي الاهلي بالجزيره بعد الفوز على نادي وادي دجله في النهائي. فريق الناشئين كان كسب في النهائي وادي دجله بنتيجه 8-1، اما فريق الناشئات فكان كسب نفس الفريق وادي دجله بنتيجه كلوز قوي 5-4 بعد ماتش قوي من الفريقين. البطوله طالما رحنا ل 5-4 يبقى وصلنا 4-4 على طول، لان انت كنت يعني عشان توصل لجيم خامس يعني مش معقوله تبقى انت مثلا كسبان 4-3 وكسبت الاخير، لا طالما رحنا للجيم التاسع يبقى 4-4. البطوله شارك فيها عدد كبير من الانديه واللي اشادت كلها بملاعب وتجهيزات النادي الاهلي والتنظيم طبعا، وقالوا ان التنظيم على اعلى مستوى، وطبعا ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبكوادر النادي الاهلي طبعا، ثم كوادر النادي الاهلي اللي استطاعت انها تنظيم البطوله بشكل لائق. يقود جهاز التنس الارضي طارق صبحي رئيس الجهاز، واحمد طارق نائب، ومحمود عبد المبدي مدير فني، ويمنى حشيش مدرب عام للسيدات، واحمد اللبودي مدير اداري، واحمد عبد السلام مدير قطاع الناشئين. والحقيقه زي ما انتم شايفين الفرحه و يعني السعاده، وده يعني لحظات مش هتنسى وحدث كبير احنا كنا متابعينه عن قرب لانه مهم جدا انه بيتعمل على ملعب النادي الاهلي. هنروح لتقرير عملناه عن النهائي، وبعد التقرير هنطلع طبعا لفاصل عشان نستضيف ضيوفنا اللي هينضموا ليه، طبعا كابتن غزاوي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه متداخل بشكل كبير جدا مع الالعاب الاخرى، ويعني من الداعمين جوه المجلس للالعاب الاخرى. بعد الفاصل هنبتدي نستقبل ضيوفنا في الكاراتيه رجال وسيدات، واللي حصلوا على وحصلنا على ميداليات ذهبيه وخلافه في بطوله العاب الافريقيه اللي فاتت في غانا، واللي تم تكريمهم من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اذا سنذهب الى التقرير ثم فاصل ثم الضيوف، وارجع لحضراتكم مره اخرى. انا ببارك للاعيبه النادي الاهلي وللجهاز والفني والاداري على الانجاز بتاع النهارده. لأول مرة بنكسب مرحلة 12 سنة ناشئين ونشآت من فترة طويلة جدا، ده بيدل على إن احنا ابتدينا نبني نشأ من تحت بشكل محترم جدا وكويس جدا، ابتدى يوضح إن احنا عندنا رؤية كجهاز وكمجلس إدارة لإن احنا ازاي نبني نشأ من تحت يطلع بينا بعد كده للفرق الأكبر ويدعم الدرجة الأولى في المستقبل. طبعا خطوة كبيرة في بداية الفوز بالدرع الدوري اللي غايب من 2016 لآخر مرة بنكسبه، فان شاء الله باذن الله تكون خطوه بدايه الطريق لان احنا نحصد الدوري الدرع العام لاول سنه من فتره طويله. الحمد لله نجحنا ان احنا نحط الاهلي في المسار الصح بتاعه بالنسبه لقطاع التنس، دي اول حاجه. بقى لنا سنتين شغالين على المشروع اللي ظهر قدامنا ده، ان احنا في الاخر بيبقى عندنا اكتساح لقطاع الناشئين بالنسبه لمصر بالنسبه للنادي الاهلي. ده مش مجهود تنس لوحده، ده مجهود من اول مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، النشاط الرياضي، كل الناس دي فعلا تعبت معانا. كان سيزون صعب وبنينا الاولاد دي بالذات، ان انت السن ده محتاج جدا يعرف يعني ايه اهلي، السن ده لسه اول بطوله يلعبها او تاني بطوله يلعبها محتاج يعرف يعني ايه اهلي. ده اللي احنا قدرنا الحمد لله ننجح فيه الفتره دي، استضافه النادي الاهلي للنهائيات بتاعه 12 سنه، وان شاء الله العمومي رجال وسيدات هنستضيفه 14 سنه هنستضيفهم، دي اول مره تحصل من 7 سنين او 8 سنين. بسبب ان احنا عندنا الحمد لله احسن قطاع واحسن فاسيلتيز ممكن الناس تستخدمها كملاعب كصيانه ككل حاجه، دي اول حاجه. تاني حاجه برضو ثقتنا في لاعبينا ان احنا هنعرف ناخد البطوله عمرها ما تطلع من هنا، كانت ثقه كبيره جدا. وبحب اشكر فعلا مجلس الاداره هو اللي دعم جامد مع الاتحاد المصري للتنس وكوتش محمد غزاوي، دعمه جامد جدا ان احنا عرفنا نستضيف البطولات دي هنا الحمد لله. الواحد مبسوط جدا لان احنا السنه اللي فاتت كنا اخدين تاني في البنات 12 وبنات والولاد، فالسنة دي احنا صراحة كنا ناويين يعني عندنا هدف ان احنا ناخد اول، والحمد لله حققناه بتعب المدربين وبتعب الجهاز وكله، يعني كله بصراحة قام وساعدنا على ان احنا ناخد البطولة، فالحمد لله يعني والله كلهم متحمسين شوية. في اوقات طبعا بيبقى في بريشر شوية، بس هم الحمد لله عايزين يكسبوا قوي، فكله طلع في الماتشات والحماس والتشجيع واحنا معاهم وراهم، والحمد لله خدناها الحمد لله. طبعا احساس ما يتوصفش، مبسوطين قوي ان احنا هنا النهارده، ومبسوطين ان احنا كسبانين، مبسوطين بالروح اللي الولاد فيها وانتم شايفينها، واظن الجمهور جمهور الاهلي مبسوط ان هو شايفها.
مبسوط ان احنا في النادي الاهلي لان دايما بنلعب على رقم واحد وربنا وفقنا وبقينا رقم واحد فعلا وقدرنا نبقى جزء من الكيان بتاع النادي الاهلي ونسطر ده في تاريخ النادي الاهلي. احنا دايما اللي بيميزنا كنادي اهلي ان احنا روحنا عاليه جدا، الفايتنج سبيريت عندنا عاليه جدا، ما بنسيبش اي نقطه، ما بنسيبش اي ماتش، بنحاول نعمل احسن حاجه عندنا. وبيتهيألي ده حصل في الماتش الاخير اللي هو ماتش الايفنت. قعدنا في الماتش حوالي 4 ساعات، بنت عندها 11 سنه فضلت ماسكه في الماتش طول الوقت بتشجع نفسها. احنا دايما بننمي في الولاد انك مجرد ما لبست تيشيرت النادي الاهلي فده شرف كبير ليك، وربنا يوفقنا ان شاء الله دايما نبقى قد مسؤوليه ان احنا نلبس تيشيرت النادي الاهلي. الماتشات النهارده طبعا كانت صعبه جدا، انا ببارك لكل الاولاد والبنات بصراحه كانوا ابطال النهارده، خسوا اللي خسر واللي كسب، واحنا كنا بنجهزهم على كده، الاولاد صغيرين فبنقول لهم اهم حاجه تعملوا اللي عليكم، فهم بصراحه يعني ادوا كل اللي عليهم. الماتشات كانت صعبه جدا، الولاد الحمد لله قفلوا الماتش بدري جدا، احنا كسبنا اول 5 ماتشات فكان الطاي خلصت. البنات قعدنا الماتش رايح جاي كتير جدا بس الحمد لله قدروا يرجعوا في النتيجه، كانوا 2-1 داون قدروا يرجعوا في النتيجه ويخلصوا الماتش الحمد لله 5-3، فببارك لهم طبعا هم كانوا ابطال النهارده. والله احنا قطاع الناشئين في التنس بالذات بنهتم بيه جدا لان الولاد دول زي ما بتقول كده بيكبروا معانا في المراحل، احنا عندنا دوري 12 و14 فلو بنطلع اجيال كويسه طبعا بتفيدنا طول السنين بقى بعد كده قدام، فالحمد لله احنا اهتمينا بقطاع كويس وبنجني بقى ثماره دلوقتي الحمد لله، عندنا فريق قوي جدا 12 باذن الله الاجيال دي تكمل وتبقى 14 ان شاء الله، يعني بنوعد كده النادي ان شاء الله طالع اجيال برده قويه باذن الله تكمل مسيره باذن الله. انا يعني بشكر الاداره طبعا، هي يعني ساعدتنا جدا في الاستضافه وبصراحه وفرت لنا كل حاجه سواء جهاز التنس او مجلس الاداره النشاط الرياضي، بصراحه يعني استضافه هايله، دي اول مره تحصل ان احنا نستضيف نهائيات عندنا، ده حط علينا بريشر شويه ان احنا عايزين نخرج فرحانين من ارضنا يعني، فانا بشكرهم ان هم قدروا يحققوا المعادله الجميله دي ونخرج النهارده اول ولاد وبنات ونفرح النادي كله يعني الحمد لله. احساس حلو قوي لان احنا بعد مجهود كبير ومجهود من الكباتن ومن اللعيبه من التشجيع في الاخر مجهودنا ظاهر وكل ده، احنا مبسوطين جدا اصلا، اليوم ده يوم حلو قوي. مش علينا غير ان احنا نفضل باصين للكوتش عشان هو يدينا الكوتشنج الصح اللي يخلينا نلعب الكوره ونكسب. يعني كان ماتش صعب قوي بس لما كسبت كان احساسي حلو قوي ان انا كسبت وفزت وكسبت الفريق بتاعي، كسبنا الدوري الحمد لله وكده. كنت حاسه يعني ان هو الماتش صعب وكده لازم انا اركز قوي في الماتش عشان اكسب واكسب الفريق بتاعي ونكسب الدوري، وهو كان احساس حلو قوي ان احنا ناخد الدوري لان احنا السنه فاتت ما خدناهوش وكانت الماتشات صعبه من الاول للاخر يعني. We'll be right back.